كثير بيقول لك طول بالك، نسمع البال كثير اللي هو الخاطر. استنى بس، نسمع كثير بيقول لك الله يريح بالك، البال اللي هو الخاطر اللي وذكر في سورة محمد البال. يا عمي الإمام اللي هو صلى الله عليه وسلم ابن السبكي قال العمل بيمر بأطوار الخمسة: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، الفعل. لا خلي بس هذا هني انقطعت الكلمة. فالهاجس زي ما تقول كده الوايل هذا، احلام احلام يعني النائم، يعني يهجس ببالك انك تروح تحج وانت راجل فقير ولا فيش في حاجه ولا امكانيات ولا حاجه زي كده، فدي هاجس ببالك. مثل احلام خلي بالك الهاجس بعد الهاجس حديث النفس. يبدا الانسان محدث نفسه يقول لك ايه المانع دلوقتي ان انا اطلع عامل ورا التريلا ديك وحج واعمل وكذا، ويبدا يحدث في نفسه في الحدث ده. يجي بعد عندنا احنا الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، الفعل. فده اطوار خمسه تهم بيها، بيهم بالحسن والفعل، يعني عاوز يعملها بعد ما يجي له. كل هذه الامور كلها تؤجر عليها حتى يوصل للهم، يعني سواء هكذا ببالك تسرق، تزني، تقتل. انا بتكلم امام تفسير، ما المقصود او تفسير بالبال؟ ما هو البال؟ ما هو الخاطر؟ اللي هو الخاطر؟ الخاطر اللي بيخطر بالنفس، وقع في باله، اي وقع في خاطره. ويقال البال ده التفكير اللي هو بيجي في خاطرك، والتفكير ده بيرجع للمركز اللي هو المخ في راس الانسان، والتحليل مكتوب كده يعني. لا هو البال والخاطر والكلام ده هو واحد، ولما بتيجي عند حديث النفس بيبدا الانسان ينشق شقين. طب هل يا ترى هنتحاسب عليه؟ بيتكلم يروح شاخخ نفسه شقين كده، ويبدا ديك ايوه هعمل كده وهجيب كده واعمل كده، ينشق شقين. لكن الهاجس والخاطر هي المرحله الثانيه، وحديث النفس هو اللي بيبدا به البتاع، يبدا منه يشق نفسه كده كانه واحد قدامه كده يقول طب ولو ما عرفتش كده ورش ردش عامل تفسير. طب هو البال هيتحاسب عليها يا شيخ رمضان؟ ده قران. ايوه في تفسير، تقول كلام قوي في تفسير. ما هو هات سوره محمد، سوره محمد ما ادريش تفاسير الجلد ده قران، واحد والتاني انجليزي. مش في تفسير؟ ما عندكش تفاسير؟ تفسير انجليزي، واحد انجليزي وواحد قران بس. انت قصدك البال ولا الروح؟ نعم البال ولا الروح؟ البال يعني احنا دلوقتي فين في سوره محمد كلمه البال؟ بيقول لك واحد مرتاح البال دلوقتي، وايه بيجي واحد يدعي لك ويقول لك الله يريح بالك، يعني تفكيرك. اسمع تفكير. اسمع يا ابو عيسى، اسمع يا ابو عيسى، واحد بيقول لك ايه الله يريح بالك، اللهم امين وبال الجميع، بس بيقول لك طب طول بالك، خد بالك مذكوره في سوره محمد. فين هدى سوره محمد؟ ما هات، ما هات المصحف ونجيبها، هات المصحف احنا نجيبها. وبال هذيك وبال يعني النفس، اتوقع يعني البال اللي هو في المخ، بالك ان انت ما تشغلش حالك بالدنيا، هو البال.